السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء نور البيان، أهلا بكم من جديد وفيديو جديد وبشرى سارة لطلاب العلم الروحاني. نعلن عن بدء الدورة التعليمية الجديدة، الدورة رقم 11. خلال الدورة بأمر الله هنتعلم إزاي أقرأ أوراد بطريقة صحيحة وأحضر من الأوراد خدمات بأسهل طريقة وفي أقل وقت ممكن. هنتعلم مع بعض استنزال خدمات من القرآن الكريم، وهنتعلم في الدورة طريقة عمل رصد فلكي مناسب لكل شخص من خلال حساب الطابع الخاص والبرج والكوكب واليوم المناسب للعمل والساعة المناسبة للعمل. هنتعلم من الأوفاء وفق مثلث ووفق مثلث خالي الوسط ووفق مثلث محلول وكمان وفق مربع ووفق مخمس كامل ووفق مخمس خالي الوسط ووفق مخمس يسين. وطبعا كلنا نعلم عن الأوفاق وقوتها في الأعمال الروحانية. هنتعلم أكتر من طريقة للكشف عن الأشخاص والأسحار، زي كشف الأثر، تلبيس الكف بالقرين، وتحضير عامر المكان على كف اليد، وغيرها من الكشوفات المهمة. كمان هناخد أكتر من طريقة لعلاج الأسحار والمس والمس العاشق. هنعالج بالأوفاء أو بالتهطيل، وكمان هنتعلم العلاج بصور وآيات من القرآن الكريم. هنتعلم استحضار مادة السحر المدفون والمعلق في الهواء ولو كان من فترات زمنية بعيدة، وهنتعلم طرق تجعل الشخص يجمع مادة السحر في معدته ثم يرجعها بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن جدولنا كمان بأمر الله فوائد الحروف، كل حرف له أكثر من فائدة وأكثر من تصريف، سواء كنا هنشتغل بالحروف مفردة أو هنجمع أكثر من حرف. وكمان الأسماء الإدريسية وطاقتها الجبارة في العلاج وتحقيق المطالب، هندرس بأمر الله في الدورة بتاعتنا الأسماء الإدريسية 40 اسم بفضل الله. وهناخد من الدعوات الدعوة البرهاتية الصحيحة كاملة الأركان، ابتداء من الاستفتاح والأسماء والزجر وتصاريف الدعوة كاملة ورياضتها كاملة وتصاريف ومعاني كل اسم من أسماء الدعوة على حدة بفضل الله. كمان هنتعلم أكتر من طريقة لروحانة الخاتم والسبحة بآيات وصور من القرآن الكريم، وهنتعلم كمان أكتر من طريقة لرد الظلم على الظالم والانتقام من الظالم، وأكتر من طريقة لتزويج البنت المتعطلة أو المتأخرة عن الزواج. وطبعا الطرق دي اللي بتنفع للبنات تنفع أيضا للرجالة المتأخرين أو المتعطلين عن الزواج، بالإضافة طبعا إلى دروس مهمة جدا للكشف عن الدفائن والتعامل مع الرصد الخاص بالمكان والتعامل أيضا مع الماء وتغوير الماء إن وجد. كل هذا وأكثر تجدونه بأمر الله مع نور البيان في الدورة التعليمية الجديدة. هنترك لحضراتكم الرابط في صندوق الوصف.